عملاقة فتح كل الأماكن لكل المصريين اللي عايزين يروحوا يحتفلوا ويشجعوا فريقهم. سيادة الوزير ألف مبروك. ألف مبروك لينا كلنا يا أحمد دي، ربنا يخليك. لا النهاردة فرحة لأنه لعبنا كورة النهاردة. لعبنا كورة والإصرار والعزيمة والعجلة، الأداء الرجولي بتاع الأولاد وأداء تكتيكي على مستوى عالي، كلنا فرحانين. بهني والله ولادنا والجهاز الفني والإداري والطبي والاتحاد الكورة كله والمصريين كلهم الحقيقة بالأداء الرجولي. وعايز اقول لك يعني ان السيد الرئيس تابع معانا المباراه، فكانت حاجه رائعه جدا ان الرئيس كان بيشاهد مع مجموعه كبيره من الشباب المباراه. يعني انا شايف وعرضنا الصور دلوقتي كان السيد الرئيس بيقول لحضرتك ايه بعد الهدف؟ والله الحقيقه اهو بتتكلموا مع بعض جدا. وعايز اقول لحضرتك يعني ان الرئيس كان طول الوقت يعني قلق على الفريق ونفسه الناس تبقى فرحانه ونفسه النهارده في العيد يبقى كل الناس سعيده والماتش يعدي على خير. والحمد لله ربنا كرمنا، ويعني ان شاء الله الفريق يكمل ويرجع لنا بحاجه حلوه ان شاء الله. سياده الوزير متوقعين ان احنا الحمد لله دلوقتي دور الثمانيه اول مجموعتنا مجموعه مع غانا، غانا فريق قوي جدا صعب جدا، ولكن احنا احتل اول مجموعه هنقابل فريق المغرب ان شاء الله يوم 29. طبعا فريق المغرب عنده خبرات كبيره واحنا كمان فريقنا عنده خبرات كبيره، لكن احنا سعداء، احنا بنأدي مباراه بمباراه. وانا بهني الحقيقه الاولاد والجهاز الفني والاتحاد الكوره ان الاولاد بتعمل الحقيقه مستوى عالي جدا، اداء تكتيكي عالي جدا. احنا فرقتنا الحمد لله بقى لها فتره فريق كبير، كل المنتخبات الافريقيه بتعمل حساب كبير جدا لمصر. فزنا مرتين على غانا في شهرين بس، احنا لسه فايزين عليهم في استاد برج العرب 2-0 يوم 13 نوفمبر، النهارده ما فاتش شهرين وبنكسب تاني في منتخب غانا من اقوى المنتخبات الافريقيه. على فكره يا احمد بيه احنا مصنفين في هذه البطوله ثالث مجموعتنا، يعني المصنف الاول في مجموعتنا هو غانا، المصنف الثاني هو مالي، احنا المصنفين الثالث في مجموعتنا لان احنا بقى لنا 7 سنين ما وصلناش بطولة الأمم الأفريقية من سنة 2010 لما كسبناها في أنجولا. نعم. فإحنا الحقيقة الحمد لله يعني إن إحنا تصنيف ثالث ونتصدر المجموعة والحمد لله ما دخلش فينا ولا هدف في الثلاث مباريات ونجيب 7 نقط، كل دي حاجات تحسب للشباب وأولادنا، وهم عارفين قد إيه الشعب المصري بيفرح بكل انتصار هم بيعملوه. فالحقيقة كانوا بيأدوا وكانت تشعر في كل وقت إن هم عايزين يفرحوا الشعب المصري يعني، فبنشكرهم على الأداء. إحنا تقريبا أحسن دفاع في البطولة، ما عندناش ولا هدف دخل فينا، ما دخلش فينا ولا هدف، ولكن برضه لازم نقول إن حراسة المرمى عندنا كانت على مستوى عالي جدا. نعم. سواء الوقت القصير اللي لعبه أحمد الشناوي في أول مباراة مع مالي، نعم، أو الكابتن عصام الحضري الحقيقة اللي عمل أداء رائع النهارده، وخط الدفاع كله والمباراة كلها الحقيقة الفريق كله. لكن أنا بهنيهم الحقيقة الجهاز الفني، طمنا إن إحنا عندنا جهاز فني الحقيقة بيدير المباراة من الخارج بشكل ربما بعض الناس يبقى ليها بعض التحفظات عليه، لكن الناس بتدير بواقعية شديدة جدا بخبرات كبيرة جدا، بيحققوا النتيجة المطلوبة من كل مباراة، وربنا يوفقهم في المباريات القادمة إن شاء الله. لحقت حضرتك تكلمهم تهنيهم هناك ولا لسه؟ أنا لسه بحاول أتصل بيهم، بس الحقيقة طبعا لأن كان في تواجد السيد الرئيس فما كانتش شبكة التليفونات يعني سهلة شوية، لكن دلوقتي هنبتدي نحاول على طول الاتصال بيهم بإذن الله وربنا يوفقنا وطلعنا النهائي. حضرتك هتروح لهم هناك؟ لو ربنا كرم ان شاء الله طبعا نروح ونحاول نشارك. احنا من هنا بنقول لهم يعني انتوا كل عاملين كل حاجه وانا متاكدين ان هم ملتزمين اخلاقيا وفنيا ويعني رياضيا، لكن طبعا بتحضر في المباريات النهائيه بيبقى في تمثيل من رئيس الدوله في الجابون بيبقى موجود بيحضر المباراه النهائيه، رئيس الاتحاد الافريقي ممكن رئيس الاتحاد الدولي كمان يجي، فيهمنا برضو ان شاء الله يكون في تمثيل من مصر، ربنا يوفقهم ويوصلوا النهائي ان شاء الله ويبقى في فرصه نروح نحضر المباراه. بحيي حضرتك لان احنا مركز شباب الجزيره النهارده في الالاف عشرات الالاف بيحضروا الماتش، وتقريبا معظم او كافه الانديه النهارده ومراكز شباب حضرتك فاتحها للجمهور النهارده. والله يا كابتن احمد احنا عدينا 900 وشويه مركز شباب ونادي فيهم الشاشات العملاقه اللي الناس بتتفرج فيها وبتتابع، وانا الحقيقه على التليفون جاي لي كل صور في جميع المحافظات المصريه، وبحيي الحقيقه كل المجتمع لان المجتمع كله شارك معانا، مش احنا بس في وزارة الشباب والرياضة، في مؤسسات مجتمع مدني، في رجال اعمال، في شركات اقتصادية كبيرة كبرى، كل دول حاولوا يساعدوا عشان يساعدوا الشعب المصري ويشوفوا المباريات، لان التكلفة غالية جدا في كل في الاشتراك في القنوات اللي واخداها حصريا. لكن احنا بنقول كمان المشاهدة الجماعية الحقيقة يا احمد بيه بتضفي حالة من الوطنية والانتماء والولاء والهتاف لمصر وحمل علم مصر، كل دي يعني كلها حاجات مهمة جدا ان شبابنا واطفالنا يعيشوا هذه الاجواء الكبيرة مع انتصارات المنتخب المتتالية. الحمد لله. مبروك سيادة الوزير. الف مبروك، مبروك لنا كلنا. تحياتي لحضرتك. شكرا. وتحياتنا لكل واحد.